عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين مرحبا مجددا بكم في قناتنا وليد هوب. طبعا بعد أن نشرت لكم تنقيط رياض محرز ولاعبين نادي مانشستر سيتي في المباراة التي تجمعت بين نادي مانشستر سيتي وواتفورد وانتهت بأربعة أهداف مقابل ولا شيء، فوز كبير لنادي مانشستر سيتي وكان متوقع أعزائي المشاهدين، وكان الشيء واضح أن مانشستر سيتي سيحطم نادي واتفورد. فبطبيعة الحال أعزائي المشاهدين بعدما نشرت لكم تنقيطات رياض محرز حسب مواقع هوسكورد وسوفاسكورد، هوسكورد أعطاه تنقيط 6.4 وأيضا سوفاسكور أعطاه 6.5، يعني نتيجة متقاربة نوعا ما. فبطبيعة الحال الآن سأقول لكم ماذا قالت الجرائد الإنجليزية والمواقع الإنجليزية عن أداء رياض محرز في هذه المباراة. طبعا أعزائي المشاهدين نستقبل جريدة التي تلقب وتدعى بمانشستر إيفنينغ نيوز والتي دائما ما أتي لكم بإخبار، وهذه الجريدة مقربة وقريبة جدا لنادي مانشستر سيتي. قالت أن رياض محرز فور ستيرلينغ في الدقيقة 64 always a thug asked to shine with the game already won and made a little impact. قالت باللغة العربية أعزائي المشاهدين الطلب صعب دائما للتألق مع فوز بهذه المباراة، بالفعل لم يكن لها تأثير يذكر، وأعطته تنقيط 6/10، يعني مثلها مثل سوفا سكور وأيضا هوسكور. فبطبيعة الحال أعزائي المشاهدين لم يفعل شيء رياض محرز في هذه المباراة، لم يفعل شيء كبير يذكر، لم يسجل، لم يقدم تمريرة حاسمة. ولكن أعزائي المشاهدين ما أتمناه في هذا الفيديو وهو رسالة لكم وأيضا للجميع، أتمنى من رياض محرز أن يقدم مستوى أكبر في المباراة القادمة، يعني قبل المباراة المنتظرة، لأن امتحان لرياض محرز من أجل يجب عليه أن يعني يعمل ويحطم كل ما في ذاته من أجل أن يحقق وأن يكون في مكانة أساسية في المباراة القادمة بين نادي مانشستر سيتي وريال مدريد. وإلا زي مشاهدين أقول لكم من الآن إذا لم يقدم مستوى كبير فممكن، يعني أنا ما نعرفش الغيب، ولكن ممكن حسب الإحصائيات فإنه سيشرك في الفوضين، يعني في كل مباراة يشرك في الفوضين، يا أما يقدم تمريرة حاسمة يا أما يسجل. وفي هذه المباراة أعزائي المشاهدين رياض محرز ما كانش عنده وقت كبير، ودائما ما نعلم أن رياض محرز عندما يدخل في الشوط الثاني ما يقدمش مستوى كبير، فلهذا يجب عليه أن يدخل في بداية المباراة كلاعب أساسي. فما أتمنى هو أن رياض محرز في المباراة القادمة، وطبعا سيكون أساسي بأدنى شك إن شاء الله، طبعا أتمنى منه أن يقدم مستوى كبير، على الأقل يقدم تمريرة حاسمة أو هدف. وحسب هذه الإحصائيات يمكن أن تكون لديه فرصة أن يكون في المباراة القادمة والمنتظرة في الشامبيونز ليج بين مانشستر سيتي وريال مدريد. طبعا أعزائي المشاهدين كانت هذه ماذا قالت جرائد الإنجليزية عن أداء رياض محرز، وأيضا أعزائي المشاهدين سأضع لكم رابط هذه الجريدة أسفل الفيديو، يمكنكم مشاهدتها وأيضا مطالعة ماذا قالوا أيضا عن وماذا حللوا في جميع المباراة وماذا قالوا عن جميع اللاعبين الذين لعبوا هذه المباراة. طبعا هنا ينتهي هذا الفيديو، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.